انذار عادي، يبقى لاعب عنده انذار. تمام. ونفس اللاعب دوت الفار قال انه عمل فعل يستحق النظر الثاني، يستحق الطرد. ممتاز. حلو. ممتاز. يبقى كده راح الحكم ما اقدرش ادي انذار في كارت احمر. يرجع بقى، يرجع يديله، يطلع الكارت الاصفر والاحمر، ولا يطلع الاحمر؟ لا، الاحمر مباشر على طول مباشر. ما انا قلت لحضرتك ان انا كفار ما بقولكش الا على الحمر، حمرا فقط. ما اقدرش اقول لك اللاعب ده كان عنده انذار ويستحق انذار ثاني وتدي له انذار في انذار في احمر، ده مش شغلي. طب لو طلعوا له الاصفر والاحمر، ما هو هنا بقى هنا مخالف للبروتوكول، مخالف للبروتوكول. طالما انا كفار جبت لحضرتك قلت لك دي بطاقه حمراء، انت بتيجي تشوف انت ليك الحكم ليه القرار الاول والاخير يا كابتن هاني. حكم الميدان هو ليه القرار الاول والاخير. حتى بعد مساعده الفار هو الوحيد اللي بياخد القرار. ولكن احنا بنتكلم امتى انا اجيب الحكم؟ وهي دي المشكله يا كابتن هاني. عارف ايه المشكله؟ ايه؟ ان احنا لحد دلوقتي عندنا مشكله امتى اجيب الحكم وامتى ما اجيبوش. يعني احيانا الفار بيجيب الحكم في حالات لا تستدعي ان انت تجيب الحكم فيها طبقا البروتوكول. وحصلت كتير. مع احترامي طبعا حكامنا كلهم زمايلنا، ولجنه الحكام كلهم ناس اصدقائنا وناس حبايبنا، ولكن انا الحكم الفار البروتوكول قال لك الحالات اللي انت بتجيب فيها الحكم محدده. حاجه تانية، ما تجيبش حكم وانت ما عندكش لقطه. يعني انا النهارده انا الفار كابتن هاني، في لعبه حضرتك انت خليت اللعب يتواصل ما خدش فيها قرار، احتماليه ركله جزاء او مشكل جزاء، لعبه صعبه ولعبه تقديريه. انا كفار عشان اجيب حضرتك واستدعيك لابد يكون عندي لقطه واضحه جدا 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 تقول ان في ركله جزاء، عشان حضرتك لما تيجي اجيبها لك هو ممكن تاخد يستدعي القرار. الحكم وما عندوش اللقطه. ما هي دي المشكله كده. يعني ممكن انا استدعي كفار اقول له في ضرب الجزاء وانا ما عنديش اللقطه، هقول له ايه؟ ما هو ده المفهوم اللي احنا ده المفهوم يا كابتن هاني. احنا بنقول يا حكام الفار البروتوكول واضح من فضلك. احيانا ما عندكش لقطه نتيجه ان الكاميرات في الملعب مش مساعداك، او اللقطه الوحيده اللي عندك او لقطتين ما بيجيبوش الحدث بالتفصيل اللي الحكم يقدر ياخد منه قرار. طب انت بتجيبني ليه؟ وهنا قال لك ما تجيبش الحكم. طالما ما عندكش اللقطه الواضحه جدا للحكم من فضلك ما تجيبوش. تدخل الفار النهارده زي ما قلت في تدخلات غير مقبوله بالمره. ما عندكش لقطه ما تجيبش الحكم. ما فيش خطا واضح قوي. يعني كابتن هاني احيانا احنا بنقول ان في فروق فرديه بين الحكام. انا بقدر حاله من الحالات اللي ممكن اقول تقدير، حاله تقديريه برضك ما تدخلش فيها. التدخل في الحالات الواضحه، وانا اديت مثال، لو في ساده مشاهدين قاعدين كلهم يقولوا لا، كلهم يقولوا في ركله جزاء، كلهم يقولوا ايه؟ ودول مشاهدين عاديين يقولوا في ركله جزاء. انما ما تجيبنيش في حاله تقديريه، ما تجيبنيش في حاله ما عندكش زاويه، دي اللي هي عامله المشاكل لحد دلوقتي. وزي ما قلت ان لجنه الحكام ايضا كمان معذوره في فتره التدريب، ان الحكام ما خدتش الفتره. انا حضرتك يعني عشان برضو يتبقى الامور واضحه كده قدام الناس، حضرتك بتتكلم ان التدريب ما كانش كافي للحكام إطلاقا. لان من 3 ل 6 شهور تدريب فندم. هقول لحضرتك حاجه، عشان احنا المغرب تفهم برضو حد المغرب حكامنا برضو عندهم مشاكل في طبقت الفار من 6 ل 9 شهور تدريب من 6 ل 9 شهور طبقت بعد 9 شهور طبقت بعد 9 شهور النهارده 38 يوم تقريبا. وكان في استعجال. يعني انا اتحاد اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره كان مشكور جدا جدا لان هم صرفوا فعلا على الفار مبالغ كبيره، وكانوا هم دايما عاوزين يعني يطبقوا التقنيه من الدور الثاني، ودي عملت عمليه ضغط على الحكام وعلى لجنه الحكام اللي كانت موجوده مشكوره نفذت البرنامج. بس الوقت التدريب ما كانش كافي ان انا يعني اهضم القصه. قصه مش سهله يا كابتن هاني، قصه صعبه جدا جدا. اكيد اكيد. انت بتتكلم في 50 60 حكم، المفهوم الكونسيبت عند كل واحد، هل كل واحد زي التاني؟ بتتكلم في الخبرات، هل كل واحد زي التاني؟ بتتكلم في الفروق الفرديه في موهبه حكم. صحيح. في حكم موهوب، في حكم مش موهوب. فانت النهارده بتعامل 50 حكم كانهم كلهم عندهم كل الاوبشن اللي احنا بنتكلم فيه. لا طبعا بيختلف من الحكم. الفروق الفرديه ما بين الحكام كنت على مستوى لعب، بسم الله ما شاء الله لعب جامد ولعب كبير، وكنا انا عن نفسي كنت بستمتع بحضرتك. الله يخليك يا كابتن. مش مجامله ولا حاجه، ولكن مش كل واحد بيلعب في الحته اللي انت حياتك بتلعب فيها. اكيد واحد مستوى عالي قوي وواحد مستوى متوسط وهكذا. فنراعي الفروق الفرديه في المفهوم بالنسبه لحكام كبار لهم خبرات، حكام متوسطين. اخر حاجه بنقولها بصدق عشان خاطر